برحب بكم مشاهدينا في الحياة الآن، أهم وآخر الأخبار الواردة إلينا حتى هذه اللحظة أبدأها معكم بأهم العناوين. تصفية 6 عناصر تكفيرية وضبط 7 آخرين خلال حملات للجيش جنوب الشيخ زويد، وإصابة ضابط ومجندين إثر انفجار مدرعة في العريش. نحلب يتفق مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية على آليات جديدة لمكافحة الفساد، ويجتمع بالمجموعة الاقتصادية لبحث إقرار الموازنة وارتفاع الأسعار. بدء تنفيذ مشروع الطريق الحر بنها شبرا الخيمة بطول 40 كيلومتر. والداخلية تطالب الفائزين في حج القرعة بسداد الرسوم. أهلا بكم مشاهدين. من العناوين للتفاصيل، أصيب ضابط بالقوات المسلحة ومجندان صباح اليوم إثر انفجار مدرعة عسكرية أثناء سيرها على طريق منطقة الكسارة جنوب مدينة العريش. أسفر الانفجار عن إصابة الضابط والمجندين بشظايا متفرقة في الجسد، بينهم مجند حالته حرجة. تم نقلهم إلى المستشفى العسكري في العريش، وتم تمشيط المنطقة بحثا عن مسلحين تحسبا لوجود أي عبوات ناسفة أخرى. بينضم لنا على الهاتف أشرف سويلا من شمال سيناء، هيطلعنا على المزيد من التفاصيل. أشرف برحب بيك، والمزيد من التفاصيل عندك، تفضل. طبعا احنا عندنا مسارين شريف في الوقت الراهن، او المشهد الحالي في سيناء بيشهد مسارين. الاول وهو العمليات العسكريه ضد تنظيم انصار بيت المقدس، العمليات العسكريه ناجحه بشكل كبير خلال الفتره. طب يا اشرف كلمني على الانفجار بس الاول اللي حصل واصابه الضابط والمجندين. طبعا هو كان في مدرعه عسكريه كانت بتمشط منطقه جنوب العريش، وحاله سيرها على الطريق الاسفلتي انفجرت بجوارها عبوة ناسفة، وطبعا الحمد لله الطاقم العسكري بالكامل نجا من هذا الانفجار. في اثنين اصابات طفيفة، شظايا لمجند ثالث يعني تكاد تكون اصابته متوسطة، وتم نقله المستشفى العسكري بالعريش ويجرى له جراحة الآن لاستخراج بعض الشظايا من جسده. لكن في الوجه العام في المجمل طبعا في تراجع كبير جدا في النشاط الارهابي خلال الفترة الماضية. طبعا العبوات الناس حتى زرع العبوات الناسفة أصبح يعني محدود للغاية، تحركات التنظيم أو عناصره أصبحت محدودة جدا وتكاد تكون معدومة في رفح والشيخ زويد لسببين. السبب الأول وهو العمليات العسكرية المتوالية سواء كان من القوات الجوية أو القوات البرية. طبعا سيادة العميد محمد سمير أعلن عن مقتل 29 فرد خلال العشر أيام الماضية، وإحنا بنتكلم عن مقتل 6 عناصر إرهابية أخرى حال تجمعها في أحد المنازل بقرية الفتات جنوب الشيخ زويد. بتشارك القوات المسلحة في المعلومات طبعا القبائل البدوية بعدما انتفضت على تنظيم أنصار بيت المقدس الذي قتل وسفك الدماء خلال الفترة الماضية لأبناء القبائل، وبالطبع القبائل بدأت تثور على هذا التنظيم وتلملم شملها في مواجهة هذا التنظيم. في مؤتمر في العاشر من الشهر الجاري في قرية بغداد للقبائل البدوية لتعلن موقفها في حربها ضد الإرهاب ومساندة القوات المسلحة، وطبعا في صقر ما بين القبائل وعناصر تنظيم بيت المقدس، وهو ما جعل عناصر التنظيم في حاله كمون كامل وعدم وجود نشاط ليها واضح خلال الفتره الراهنه. وطبعا الضربات العسكريه متواليه زي ما اكدنا، ولكن طبعا النقطه المتلاحظه يا شريف وهو حروب الجيل الرابع، وهي الصفحات الاخوانيه والصفحات الخاصه بتنظيم نفسه بيت المقدس، وهي صفحتي سيناء 24 والصفحة الثانية اسمها سيناء العز الصفحة الاحتياطية، بيبثوا أخبار كاذبة عن القوات المسلحة، أخبار بيخاطبوا بيها شريحة محددة من عناصرهم لرفع الروح المعنوية لديهم. وطبعا الصفحتين بيأكدوا أن طبعا القيادة الخاصة بهذه الصفحات من قطر، قيادات إخوانية هاربة في قطر، وهو مؤكد وجود يعني لينك ما بين التنظيم وبين جماعة الإخوان المسلمين. بالنسبة لمدينة العريش على مستوى قوات الشرطة بتشهد نشاط كبير جدا، الأسبوع الماضي تم القبض على 30 عنصر من جماعة الإخوان المسلمين بينهم عناصر شديدة الخطورة من بيت المقدس وكتائب الفرقان وثلاث عناصر فلسطينية في تنسيق ما بين إدارة البحث الجنائي والأمن الوطني والقوات المسلحة. مدينة وصلت الصورة تماما. نعم بشكرك شكرا جزيلا على كل التفاصيل أشرف سويلا من شمال سيناء. انفجرت 3 عبوات ناسفة في برج كهرباء ضغط عالي على طريق القاهرة أسيوط الغربي في محافظة الفيوم، ما أسفر عن سقوط البرج وتوقف الحركة المرورية على أحد اتجاهي الطريق، فيما أجرت القوات تمشيطا للمنطقة تحسبا لوجود أي متفجرات أخرى.
من جانبه قال المهندس أحمد الحنفي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء إن الانفجار وقع بين محطة محولات ديمو في الفيوم ومحطة محولات غرب بني سويف، وأسفر عن سقوط البرج، وأدى ذلك لانقطاع الكهرباء عن بعض الأنحاء في بني سويف، وتم التحويل على خط نقل بديل وإعادة توصيل الكهرباء فورا. تمكنت مديرية أمن أسيوط من القبض على فلاح مقيم في إحدى القرى التابعة لمركز القصية وبحوزته قرابة 900 ألف من الشماريخ والألعاب النارية داخل مخزن خاص بهدف الإتجار بها وتوزيعها على محلات المحافظة. تمكنت قوات الحماية المدنية في أسوان صباح اليوم من السيطرة على حريق هائل دمر نحو 20 محلا تجاريا في سوق بورسعيد في مدينة كومومبو، وذلك انتقلت 6 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق وتمكنت من إخماده، وتبين من المعاينة المبدئية أن سبب الحريق هو ماس كهربائي. قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء إن الدولة بتعمل على محاربة الفساد بكل أشكاله وصوره، وأضاف خلال لقائه اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية لاستعراض آخر أعمال اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد إن مكاتب هيئة الرقابة الإدارية في المحافظات ستتابع وصول السلع المدعمة للمواطنين لعدم التلاعب بها أو المتاجرة بها في السوق السوداء، والتأكد أيضا من عدم وجود فساد في مراكز الخدمات التي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين. بيترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء اليوم اجتماع المجموعة الاقتصادية لمناقشة الملامح النهائية لمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2015-2016، بالإضافة إلى متابعة الاستعدادات لتوفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان الكريم. ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء اجتماعا اليوم في اتحاد الصناعات المصرية بحضور منير فخري عبد النور وزير الصناعة لمناقشة عدد من المشروعات الاقتصادية. بيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا وزير خارجية ألمانيا الذي تستمر زيارته ليومين، يجري خلالها مباحثات مع الرئيس السيسي وسامح شكري وزير الخارجية حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تأتي زيارة وزير خارجية ألمانيا في إطار التحضير لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى برلين في الأسبوع الأول من يونيو المقبل، تلبية للدعوة التي وجهتها له المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين قمة ثنائية أمس في الرياض بحضور الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد السعودي والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، حيث ناقش خلالها سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في جميع المجالات بين البلدين. تأكيد على متانة العلاقات المصرية السعودية حملتها الزيارة القصيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرياض، حيث التقى بالعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وبحث معه التنسيق بين البلدين في مختلف القضايا العربية. زيارة السيسي للرياض جاءت لتهنئة ولي العهد محمد بن نايف ولي العهد محمد بن سلمان بمنصبهما الجديدين، وذلك بعد أيام من حركة التغييرات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الأسبوع الماضي. مباحثات السيسي وسلمان أكدت على أن علاقات القاهرة والرياض راسخة ولا تتأثر بتغير الأشخاص، على عكس ما كان يروج في بعض وسائل الإعلام، كما ينفي أي خلاف بين البلدين قد يعكسه تناول الإعلام في البلدين للقضايا المشتركة. زيارة السيسي جاءت قبل القمة التشاورية الخليجية التي تستضيفها الرياض بعد غد، بالإضافة إلى أنها تأتي قبل الاجتماع الذي سيضم قادة الخليج والرئيس الأمريكي باراك أوباما يومي 13 و14 من مايو الجاري، بهدف إيجاد ضمانات لدول الخليج حول الاتفاق بين طهران والغرب حول برنامجها النووي. التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم مبعوث سكرتير عام الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تناول اللقاء تطورات القضية الفلسطينية في ظل المتغيرات الإقليمية وسبل دفع جهود إحياء مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية طبقا للمرجعيات الدولية، فضلا عن تناول الأوضاع في قطاع غزة. أكدت اللجنة الفرعية حول الإرهاب في مجلس النواب الأمريكي أهمية محاربة التطرف الذي يتيح القتل، مشيرة إلى دور مصر البارز في هذا الصدد، وذلك من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدعوة إلى الإصلاح وتجديد الخطاب الديني وما تقوم به المنابر الوسطية في مصر ممثلة في الأزهر الشريف ودار الإفتاء، وذلك لرفض دعوة الإرهاب.
العقد التنازلي لنهاية الدعم الدولي لتنظيم الإخوان الإرهابي قد بدأ. هذا ما أكده موقف أعضاء بمجلس النواب الأمريكي من تنظيم داعش بأنه امتداد فكري للإخوان. اللجنة الفرعية لمحاربة الإرهاب في مجلس النواب الأمريكي أشادت بمحاولات مصر المستمرة في محاربة الإرهاب، وتأكيد الرئيس السيسي دائما بالضرب بيد من حديد لكل محاولات الإرهاب الفاشلة لزعزعة الاستقرار. هو ما دفع المتحدثين بمطالبة الإدارة الأمريكية بأن تتخذ مواقف أكثر قوة في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، بأن تدعم مبادرة مصر بتشكيل قوة عربية مشتركة، وأن تساهم في كل ما من شأنه تقويض أيديولوجية التطرف، مؤكدين أن فكر داعش ليس بجديد، حيث وضع تنظيم الإخوان الإرهابي الأساس الفكري لجميع التنظيمات الإرهابية التي ظهرت فيما بعد. محاربة الإرهاب فكريا استحوذ على اهتمام أعضاء الكونغرس الذين أشادوا بدور الأزهر والمؤسسات الدينية المصرية في مكافحة الإرهاب والتطرف وتوضيح الصورة السمحة للإسلام الصحيح. قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس إن افتتاح قناة السويس الجديدة سيكون يوم 6 أغسطس المقبل، مشيرا إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقناة الجديدة وبافتتاحها، حيث دعا الملوك والرؤساء والمسؤولين في العالم لحضور حفل الافتتاح. في 6 أغسطس القادم ستكون مصر على موعد مع حدث تاريخي هو افتتاح قناة السويس الجديدة في حفل ينتظر أن يكون أسطوريا، خاصة وأن رئيس عبد الفتاح السيسي دعا رؤساء وملوك العالم لليوم المنتظر. وكما كان حفل افتتاح قناة السويس الحالية في 17 من نوفمبر من عام 1869 بحضور ملوك وأمراء أوروبا حفلا أسطوريا، ما زال موضع دهشة وإعجاب المؤرخين، فإن إدارة هيئة قناة السويس في طريقها لإعداد حفل ضخم في افتتاح القناة الجديدة يتسم بالإبهار والعالمية ليظل خالدا في سجلات التاريخ. رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش أكد أن مشروع قناة السويس الجديدة يعبر عن ملحمة تاريخية شهدتها مصر بالتنمية ضد الإرهاب، وهو ما جعله يدخل مجموعة جانس للأرقام القياسية بسبب عمل 39 كراكة بمعدل 24 ساعة يوميا من العمل. وقبل الافتتاح ب3 أسابيع ستجرى تجارب على المشروع، كما سيتم تنفيذ توجيهات الرئيس بافتتاح المزارع السمكية بمحور تنمية قناة السويس مع افتتاح القناة الجديدة للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للمواطنين بأسعار مناسبة وخلق فرص عمل حقيقية للشباب. حياة الآن مستمرة معكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل، فقط ابقوا معنا. عمل الطرق تنفيذ أولى مراحل الطريق الحر الجديد البديل للطريق الزراعي من شبرا الخيمة حتى بنها بطول 40 كيلومتر. أكد محافظ القليوبية أنه تقرر مد مسار الطريق 5 كيلومتر إضافية لربطه بالطريق الدائري الإقليمي ليربط بين دائري القاهرة الكبرى والدائري الإقليمي. أشار إلى أنه من المقرر الانتهاء من المشروع خلال عام بعد زيادة عدد الشركات العاملة في المشروع. أعلن الدكتور حسام مغازي وزير الري انتهاء أزمة صندل الفوسفات الغارق في محافظة قنا بشكل نهائي، فيما نجحت القوات المسلحة بمساعدة معدات وأجهزة وزارة الري في انتشال آخر أجزاء الصندل. أضاف الوزير أن عمليات سحب وتحليل عينات المياه بلغت 650 عينة وأثبتت كلها صلاحية المياه لجميع الاستخدامات. بيعاني المواطنون من ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة، حيث ارتفع سعر كيلو الطماطم إلى 7 جنيه للكيلو والبامية 20 جنيه للمستهلك. كاميرا الحياة الآن انتقلت إلى سوق العبور لرصد الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار الخضر والفاكهة مع زميلنا محمد مبروك على الهواء مباشرة. محمد برحب بيك والتفاصيل عندك، تفضل. مساء الخير شريف. أولا نحن الآن في سوق العبور، وهذا هو سوق لجملة يعني السلع والخضروات. يعني لوحظ منذ دخول السوق ربما حالة من الركود في حركة البيع، مع ذلك
هناك حالة من تصاعد شكوى بعض المواطنين لدى تجار التجزئة ولدى بعض المواطنين من ارتفاع أسعار عدد من سلع وخضروات مثل الطماطم والبامية والكوسة. معي لمزيد من التفاصيل أحد تجار سوق العبور هو التاجر أحمد فؤاد. أهلا بك فندم. أهلا بحضرتك. يعني خلينا نسأل حضرتك عن حركة البيع الأول في السوق عاملة إزاي؟ حركة البيع في ركود طبعا ما فيش شغل، بس الأسعار لأن فرق العلوة، الفرق العلوة الصيفي من الشتوي، فرق العلوة الصيفي من الشتوي هي ده، هو ده اللي مغلي الطماطم بس مش أكتر. يعني الطماطم بتبدأ من 60 جنيه ل 130 جنيه. منك عدد السلع اللي تم الزيادة أو رفع أسعارها خلال الفترة الأخيرة؟ هي الطماطم والبامية عشان لسه جديدة، والفلفل الأخضر بس. بس تقريبا حجم الزيادة اللي حصلت قد ايه في كل سلعة؟ ايه في الأسعار؟ يعني الأسعار الطماطم زادت يعني 4 أضعاف أو 5 أضعاف، لأن كانت ب20 جنيه النهاردة ب100 و100 وشوية. بس تقريبا الكيلو وصل قد ايه في الـ يعني زاد بنسبة قد ايه؟ الكيلو جوه قبل ما يطلع هنا ولا لما يروح بره عند البياع؟ الجملة الكيلو زاد 3 جنيه او 4 جنيه، والتجزئه الكيلو لازم يزيد يحمل مصاريف على التجزئه على الكيلو. قول لي اسباب الزياده دي، يعني ليه الزياده في هذه الفتره تحديدا؟ عشان فاصل، انت حضرتك كنت في موسم شتوي داخل عليك موسم الصيف، فالفرق العروه الصيف من عروه الشتاء الطماطم بتبقى قليله، فهو ده اللي مغليها. بس هي موسم الصيف هيبتدي، طماطم الصيف هتيجي خلاص هترجع على يعني اسعار طبيعتها عاديه. بس انا اعرف ان الطماطم تحديدا مثلا، وده يعني كل الناس تقريبا بتتكلم عن الطماطم، يعني اتسحبت من الصعيد واتسحبت من الفيوم، والمتبقي دلوقتي اللي بيعتمد عليه تجار الجمله هو محافظتين تقريبا، وهي اسماعيليه محافظه اسماعيليه ومحافظه الشرقيه. كل الفيوم خلصت والصحراوي خلص، بس هي شغاله اسماعيليه والشرقيه. هل الازمه دي مستمره مع المواطنين الى رمضان المقبل؟ لا قبل رمضان ان شاء الله تتحل باذن الله. بس منتظر ان الاسعار تتراجع بنسبه قد ايه؟ ده في خلال امتى؟ قبل رمضان ولا يعني هي تاخد لها كده 10 اسبوع 10 ايام او اسبوع بس، وبعد كده ترجع لطبيعتها عادي. في كلام انه بعض يعني في استغلال لرفع الاسعار من بعض التجار، وانه بص عليك هو ما فيش استغلال ولا حاجه، هو المعروض قليل والعرض قليل واللي هو السحب اكتر، فطبعا هي دي اللي مغلي السلعه، هو ده اللي مغلي السلعه. بس بشكرك يا فندم، شكرا. تحت امرك، الف شكر. يعني شريف، عدد من التجار يتحدثون عن يعني عدم وجود سلعة الطماطم على وجه التحديد، اختفائها من الصعيد واختفائها او انتهاء يعني حصادها من محافظة الفيوم، والاعتماد الجاري الان هو على محافظتين فقط، وهذا يعد يعني ندرة في العرض، وبالتالي هناك يعني حالة من التكثيف على الطلب، وهذا ما حدث بسببه حركة او تحرك الاسعار بالارتفاع. شريف، هذا هو الوضع الان في سوق العبور. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا محمد مبروك، شكرا على كل التفاصيل. الواقع ان التاجر شرح الاسباب، لكن اولا واخيرا دي مسؤولية الحكومة المصرية، والمهندس ابراهيم محلب كما تابعنا ان هو عقد اجتماع او بيعقد في هذا الوقت اجتماع مع وزراء المجموعة الاقتصادية لمناقشة اسباب ارتفاع الاسعار. استجابة لمناشدة أهالي قرية تعالي حمودة ببني سويف لبرنامج الحياة الآن يوم الجمعة الماضية من نقص الخدمات الأساسية وتلوث مياه الشرب ونقص خدمات الأطباء في المستشفيات، نظم المستشار محمد سليم محافظ بني سويف جولة بالقرية على مطالب المواطنين. كاميرا الحياة الآن رافقت المحافظ في الجولة وأجرت مواجهة بينه وبين الأهالي، في رسالة الزميل أحمد فرج. مشاهدينا الكرام، يعني بنتحدث عن قرية جزيرة أبو صالح المتفرع منها قرية الغردق أو عزبة الغردق وأيضا الغرقد وأيضا عزبة علي حمودة. يعني احنا متواجدين هنا في عزبة علي حمودة، كنا قد تواجدنا منذ أيام لتسليط الضوء على عدد من المشاكل اللي بيعاني منها الأهالي هنا، بتتمثل في انقطاع المياه بصفة دولية وأيضا عدد من يعني المشاكل الأخرى مثل رصف الطرق وتدني مستوى الخدمة الصحية وأيضا مطالبات بضرورة
إنشاء شبكة صرف صحي. معنا استجابة من سيادة المحافظ المستشار محمد سليم محافظ بني سويف. مرحب بك يا فندم، استجابة سريعة جدا، عاوزينك تحطنا في الأجواء وإيه اللي تم اتخاذه. انت شايف اللي احنا موجودين مع الناس وشايف الاهالي اهوت واللقاء مفتوح معاهم. احنا على مستوى المحافظه نظام الشغل عندنا زيارات ميدانيه بيرافقني فيها كل المسؤولين في كل القطاعات لتفعيل الخدمات وتحسين الخدمات، وده شغلنا واحنا مؤمنين بيه. انا مؤمن ان انا هقعد مع الناس، انا جاي عشان اخدم الناس وجاي هفضل مع الناس واقفين مع الناس. النهارده خدنا خطوات، في النهارده دكتور استلم الوحده الصحيه هيبقى موجود على مدار ال 24 ساعه. الوحده الصحيه دي كانت مشكلتها ان هم ما فيش دكتور منتظر. السيد دكتور علاء عزت وكيل وزاره الصحه لسه مستلم الشغل في المحافظه ما بقالوش 10 ايام. بيفعل القطاع معايا واخدين خطوه خطوه وعاملين برنامج زمني وعاملين برنامج زمني لتحسين القطاع، وابتدينا فيه خطوات ملموسه في المستشفيات المركزيه في المستشفى العام. طبعا انت عارف عدد القرى كتير جدا، مش بين يوم وليله يا جماعه، مش بين يوم وليله. انا بتكلم مع الناس، انا موجود معاكم، بس يا جماعه حجم التراكمات اللي كانت موجوده فتره طويله جدا، احنا صبرنا كتير جدا وكنتوا ساكتين فتره طويله جدا. انتوا مره واحده دلوقتي بتتكلموا عن كل حاجه على تاريخ طويل كان فاضل انتوا ما كناش بنتكلم فيه. انا جاي بحل وعندي استعداد اقعد مع الناس 24 ساعه، وعندي استعداد اشتغل معاهم 24 ساعه مع الناس، وهبقى سعيد، هبقى مبسوط اني قاعد مع اهلي، واخد بالك؟ دي بالنسبه لي انا ما عنديش مانع، انا عندي اقعد معاهم بالليل. الناس بيقولوا انت جاي تقعد معايا شويه، لا انا هاخدكم وهيجوا لي المكتب. مفيش حواجز، بس لازم تبقوا انتوا عايشين معايا المشكله. اللي يا جماعه اللي احنا صبرنا كتير، مش من يوم وليله هقدر احل كل المشاكل دي اطلاقا يعني. ففي خطوات، النهارده هبقى معاك، هبقى مع اهلك في القريه الثانيه، مع اولاد عمكم في القريه الثانيه، كل يوم في منطقه جديده. طيب يا فندم، احنا بنتكلم عن المشكله الاساسيه هي مشاكل المياه. المياه يا فندم طبعا ده ملف جوهري بالنسبه لي جدا. حياه المواطنين، وكمان ومش بس كمان، لا الجوده كمان، وهتابع اداء الدكتور. مش بس هو دكتور، ما ممكن دكتور بس ما يكونش بالكفاءه اللازمه، ده انا هتابعه وهشوف كمان هبقى عندي هبقى بتابعهم ايه اداء الخدمه بالنسبه له. وانا هبقى عندي متابعه، عندي قسم متابعه في المحافظه، هعتمد على الدكتور علاء عزت في الوزاره وكيل وزاره الصحه اللي هو ينزل يتابع الناس بتوعه. المسؤوليه لازم تبقى جماعيه ولازم يبقى فيه مشاركه شعبيه. انت تعالى بلغني قول للدكتور مشي صح، لا ما انا مش هبقى موجود على رمضان 24 ساعه في كل الوحدات الصحيه على مستوى 22 قريه عندي في المحافظه. تمام، فدي المشاركه الشعبيه، المسؤوليه يا جماعه لازم تبقى بيننا جماعيه. طيب تمام، بنتكلم يا فندم برضه، وانا عايزك ما فيش صرف صحي فاضل. انا يعني عايزك تتابع تاني وتالت، اللي احنا هنزورهم مره واثنين وثلاث، مش هزور مره. والناس دي هتابعها من هنا وهيجوا لي المكتب، وهيبقى في حاله تواصل بيني وبينهم. انتوا عاوزين خطه زمنيه معينه؟ اكيد طبعا خطه، بس احنا مش انا طالع. انا يا سيدي الفاضل انا طالع دلوقتي. انت كان عندك مشاكل في الميه، رئيس شركه الميه محمود طه انا بعته من الصبح على محطه الميه، وانا طالع دلوقتي. لو تحب تيجي معانا الزياره وتشوف الاجراءات اللي هناخدها في محطه الميه على ارض الواقع، تعالوا معانا، هات مندوب من معانا. ما هو ده انت لازم يبقى لك دور. اكيد طبعا. تمام، أكيد. دي المشاركه اللي احنا عايزينها. اتفضل يا سيدي. احنا عندنا البلد كلها الحيطان كلها مشرخ، البنيه ليها طلب واحد ساعات. احنا عندنا الجبل مساحته واسعه جدا، وطلعنا وبنينا فوق. تمام، عايزين من ساعتك بس العمدان تطلعنا فوق، عمدان النور ومحطه الميه توصل. نتمنى محل اهتمام، هيبقى محل اهتمام. الله يبارك فيك. وهتشوفوا يا جماعه وهتلمسوا ده اللي احنا شغالين بجد. شغالين بجد. هيبقى شغالين بجد. تمام، وهخلي كل المسؤولين اللي تابعين ليا يبقوا معاكم. مفيش بقى اذا كان انا بتواصل معاك يبقى المسؤولين اللي تحت مش هتواصلوا معاك، عليهم معاكم. اطمنوا يا جماعه. طب يا فندم بس اخر سؤال، هو عندنا يا فندم القريه بتحدها من جهه البحري او الشمال المقابر، ومن الجهه الثانيه حدود علي حموده، ومن جهه الغرب نهر النيل، ومن جهه الشرق هنقدر ندري وناخد قرارات واحنا واقفين بالمنظر ده. تمام، انا انت هتوصل لي، ما انت وصل لي، انت واقف معايا وهوصل لك ثاني، وهتلاقيني جاي لازورك ثاني وثالث. تمام، اللي انا عايز اقوله لك ان مش هبقى فيه اجابات دلوقتي ملزمه. تمام، الا من غير بيانات ومن غير دراسه، عشان ما اقدرش اديك دلوقتي وعد الا اللي انا املكه دلوقتي، زي اللي انا املكه اللي انا جيت دلوقتي وكيل وزاره الصحه. لا يا سيدي الفاضل، لا وده الزام. انا دلوقتي في الخدمه عامه في خدمتك. تمام، فانا هخدمكم، هبقى موجود معاكم، ده اللي انا بقوله لك. قول لي يا سيدي. لما البلد بقت محاصره، احنا بنتمنى من حضرتك الجبل السفحيه اللي فوق، احنا طلعنا قسمناه على البلد في خدمتكم وهتسهل لكم الامور. انا مش هعملها وشخط فيها اجراء، تاكد من هذا. يا فندم مده زمنيه قد ايه؟ لا انا على فكره انا اللي طلبت امبارح اللي يبقى فيه متابعه. صح، انا اللي بلزم نفسي بالمتابعه وبجديه في العمل. الله يبارك لك يا فندم. عندنا اربع معاقين في البلد، اربع معاقين منهم الحق 5%.
اعتبرها خلصت. هدي بقى انا بعيدك بقى قدام الناس كلها. سعادتك متابع هات الله هات الله الاربعه ورق يا جماعه. اربع معاقين. مكتبي مكتبي هات لي هات هون. الاربعه اعتبروا اشتغلوا ان شاء الله باذن الله. شكرا يعني يعني كانت هذه هي الاستجابه وحجم النقاشات. شكرا 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 فندم شكرا. وحجم النقاشات هنا من قريه علي حموده واستجابه سياده المحافظ محافظ بني سويف هيبقى لينا متابعه ايضا من وقت الى اخر هنا في محافظه بني سويف للاطلاع على كافه المشاريع التي تحدث عنها سياده المستشار محمد سليم محافظ بني سويف. عوده الى الاستوديو. شكرك شكرا جزيلا مراسلنا احمد فرج وشكرا ايضا كل الشكر المحافظ بني سويف اللي اهتم بالشكوى اللي قدمت للحياه الان وتابع وطلب ان تذهب معه الكاميرا ونزل بنفسه زي ما حضراتكم شفتوا وتابعتوا وحاول ان هو يستمع ويحل مشاكل الناس ويوضح الحلول او كيفيه ايجاد الحلول او طرق ايجاد الحلول للناس. مهم جدا المتابعه ومهم جدا الدور الايجابي للسلطات التنفيذيه وبالذات المحافظين لان هم اكثر من يتعامل مع المواطنين بشكل مباشر. المشاكل مش هتنتهي ولن تنتهي ولكن في النهايه يبقى التفاعل وبذل الجهد والاهتمام والمتابعه ده محل دايما تقدير من الجميع. أصدر الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة قرارا يمنع تسليم القمح للشون الترابية وقصر تسليمه على الشون المبلطة أو الأسفلتية وذلك قبل أيام قليلة من حصاد محصول القمح، الأمر الذي أحدث إرباكا للقطاع الزراعي في مصر وأثار غضب الفلاحين في أسيوط بسبب تكبد مصروفات إضافية على كاهلهم لنقل القمح إلى الشون التي تنطبق عليها الشروط. قرار موحد بين السيد رئيس الوزراء بين السيد وزير الزراعة والسيد وزير التموين والسيد وزير المالية بعدم وضع أقماح في الشوان الترابية هذا العام. فهذا الوقت في طبعا في الظروف الأخيرة في أثناء حصاد القمح المفروض كانت هذه الشوان تم رصفها قبل الموعد بشهر أو اثنين أو ثلاثة، إن المفروض من شهر واحد الشوان دي خالية من الأقماح. كانت المفروض تم هذه الشوان بإجراءات العمل فيها برصفها من عدم التربة الموجودة في الشوان. أنا الغلة دي هوديها، قالوا له وديها في ثلاث شوان في أسيوط. طب المسافة بعيدة وأنا مش مقدر إني أجاول عربيات على إني بلف اثنين عربية، مش مقدر. شجاي أديه للناس وشو أخسر كده في الزرع، ما ليبش همه معايا كده. أنا مسلم الشونة ما رفضونا ليها. دلوقتي انا الشوان البعيده دي ها ما مقدرش مصاريفها تقيل علي. مقر شونة نزة عبد الله اللي هي تصلح لاستلام القمح مؤجره للشركات. فازاي يعني انا تمنعنا عن الشونة الترابيه وتقول لي ومؤجر انت الشونة اللي هي الاساسيه اللي تستوعب القمح واللي هي تحافظ على جوده القمح. اول حاجه النفر زاد من 50 ل 70، ادي 20 جنيه في النفر. بعد كده الدراسه اللي بتدرس القمح زودت. ساعة ما زاد السولر كان الساعة ب 35 جنيه، بعد ما زاد السولر بقت ب 50 جنيه، السنة دي ب 80 جنيه. يعني أنا دفعت أجرة عمالة زايدة والمعدة اللي بتدرس لي زادت، بعد كده الحكومة عايزة تلزمني إن أنا أودي المطاحن اللي عشان أودي 10 أرادب أدفع 1000 جنيه عليهم، ليه يعني هو القمح بيجيب إيه؟ بيعاني أهالي 12 طفلاً في محافظة الدقهلية بسبب إصابة أطفالهم بمرض الجوشر. فضلا عن وفاة طفل بنفس المرض وهو نقص في إنزيم بالكبد بيتسبب في تضخم الكبد والطحال ونقص النمو ويصيب بأمراض خطيرة في الجهاز التنفسي. وفاة طفل وإصابة 12 آخرين بمرض يعرفه الأطباء باسم الجوشر والتي عجزت وزارة الصحة عن علاجهم ولم تنفع صرخات الأهالي ولا المكاتبات الرسمية التي حصلوا عليها في أن يجدوا علاج أبنائهم. المشكلة دلوقتي إن احنا رحنا وزارة الصحة مرتين فمحدش رد علينا. دلوقتي حضرتك أنا معايا ورقة جواب من وزارة الصحة هام وعاجل جدا لوزير الصحة ان تشوفوا مشكله الناس ديت بالعلاج. مرض الجوشر هو مرض وراثي نادر الحدوث ينجم عن طفره جينيه من كلا الوالدين يتسبب فيه نقص انزيم بالكبد ما يؤدي الى عدم تكسير الدهون وتراكمها في خلايا الجسم ما ينتج عنه العديد من الامراض كتضخم الكبد والطحال ونقص النمو وامراض خطيره في الجهاز التنفسي. رحنا المستشفى الاطفال، مستشفى الاطفال قالت ان هو ملوش علاج موجود دلوقتي حاليا في المستشفى. فدتنا تقرير طبي بحالة المرض،
وطلعنا على التأمين الصحي، والتأمين الصحي رفض العلاج. رحنا وزارة الصحة، وزارة الصحة قالت لنا احنا ما فيش علاج له حاليا، لموا تبرعات من الجمعيات الخيرية واحنا نجيب لكم العلاج بتاعكم. سبب تسمية المرض بالجوشر نسبة إلى الطبيب الفرنسي فليب تشارلز أرنسب جوشر الذي وصفه أول مرة عام 1882، ويمكن تشخيص المرض في وقت مبكر من خلال عمل فحص للدم، وهو ثلاثة أنواع: غير العصبي والعصبي الحاد والعصبي المزمن. علاج هذا المرض النادر يتكلف من 100,000 إلى 200,000 دولار في السنة، ويأخذ المريض العلاج حتى مماته. إسراء سعد، الحياة الآن. ربنا يتمم شفاهم إن شاء الله على خير. بشكركم مشاهدين على متابعتكم لهذه الحلقة من برنامج الحياة الآن. الموعد بيتجدد مع حضراتكم في تمام 5:30 توقيت القاهرة على الحياة 2. حتى ذلك الحين تحياتي وفريق البرنامج، إلى اللقاء.